الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين بالإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي قطعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الرحيم الحي الحكيم الحي العليم الحي الحليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا بنعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته بنفسك والذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وجميلنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حلاله وحرامه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقافنا دواء ولذنوبنا ممحصات وعن النار مخلصات ويوم القيامة شافعا وإلى الجنة دليلا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به
عليه الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم أيقظنا من تدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صياما واجعلنا ممن قبلت صياما وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك بمن أملك من الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فأسلمته أو هرب إليك فطردته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا وتجاوز عنا صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره
واتباع منهجه في حياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا ناشر العظام وكاسيها لحما بعد الموت، صل اللهم على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه عند ختم كتابك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا طفلا صغيرا إلا أدبته وأصلحته، ولا أعزبا متعففا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الولد، ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا طاغية إلا قصمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين. فرج همومنا، فرج همومنا، فرج همومنا، واكشف كروبنا، وازل همومنا، وبدل حالنا إلى أحسن حال، وارزقنا سعادة الدارين. اللهم فرحنا بنعمتك ورضاك، عافنا واعف عنا، نسألك العفو والعافية، عافنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وفي كل ما نحب يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا، وإلى غيرك يا مولانا لا تكلنا. اللهم أرضنا وارض عنا، ارض عنا رضا عما سخط بعده، ارض عنا رضا عما سخط بعده. اللهم كما وقفنا في بيتك الكريم بين يديك الكريمتين في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأخيرة من رمضان، في ليلة الجمعة المباركة عند ختم كتابك العظيم، ونحن نصلي وندعوك ونتوسل إليك، لا تشوي خلقنا منا، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تجعل مصير هذه الأجساد أن تكون في نار جهنم، ارزقنا الفردوس الأعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عاف مرضى المسلمين، اللهم اشف داءهم
وعز الباسهم. اللهم يا رب الداء ويا رب الداء عاف أمراض المسلمين. اللهم أدخل السعادة والسرور على بيوتنا بشفاء مرضانا. اللهم عاف كل من ابتلي بداء عضال. اللهم عاف مرضى السرطان ومرضى السكري. اللهم عاف من ابتلي بداء ومرض نفسي أو عقلي. اللهم عاف كل معيون وكل محسود وكل مسحور وكل ممسوس. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل أذى وسوء وشر وبلاء. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعادة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وداء وشر وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بلغناك يا ليلة القدر، اجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، وتقبل منا الصيام والقيام والدعاء والذكر وقراءة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لشباب المسلمين وبناتهم أزواجا صالحين، يسر لهم أمر الزواج. اللهم يسر أمور الزواج، يسر الزواج لكل من ابتغى العفاف. اللهم أعف شبابنا بالحلال وجنبهم الفاحشة والحرام برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارزق العقيم من الرجال والنساء ذرية طيبة صالحة تقر لها وبها أعينهم يا أكرم الأكرمين. اللهم سد لنا ديوننا، اللهم سد لنا ديوننا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها وارزقنا الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك فيه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم جنب بلادنا الغلاء، اللهم جنبها جشع التجار، اللهم نظف بلادنا من الرشوة والمرتشين ومن المحسوبين. اللهم جنبها ونظفها من الفساد والمفسدين. اللهم وأصلح أحوال الأسر المسلمة. اللهم اجمع شمل كل أسرة مسلمة على الخير. ألف بين قلوب أبنائها، اجعلهم رحماء فيما بينهم، حببهم إلى بعضهم البعض. اللهم وادرع عنهم المشاكل وشياطين الإنس والجن. اللهم أصلح لنا الأولاد والأزواج، اللهم أصلح لنا أولادنا وأزواجنا، واجعلهم خير قرة أعين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على تربية أبنائنا واجعلهم نشأ صالحا. اللهم وفقنا لتربيتهم وتنشئتهم كما تحب يا ربنا، واجعلهم يا رب في كل خير تحبه وترضاه. اللهم وفق أبناءنا الدارسين والمبتعثين، اللهم وفقهم في دراساتهم واختباراتهم ورسائلهم. اللهم علمهم علما نافعا، اللهم احفظ عليهم دينهم وأخلاقهم،
وردهم إلى بلادهم سالمين ظالمين عالمين متعلمين. اللهم احفظ بلادنا بالأمن والأمان، وابسط الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن، من أرادها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل عاقبة السوء عليه. اللهم بارك لنا في والدينا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا وآبائنا، اغفر لهم وارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء، قم تد لنا في أعمارهم، متعنا بعافيتهم، أعنا على برهم، ارزقنا رضاهم، اللهم ارحم الميت منهم، اللهم انزل على قبور آبائنا وأمهاتنا الذين قضوا من شعبهم الرحمات من هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وسع لهم في قبورهم ونورها لهم، اللهم ارحمهم إن كانوا يعذبون، وارفع نزلهم إن كانوا ينعمون. اللهم اجعل أعمالهم الصالحة أنيسهم وجليسهم في قبورهم. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنان، وأغلق لهم أبواب النيران. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، اجعلها على ملتك. اللهم لقنا الشهادتين عند الموت، وخفف علينا سكرات الموت. اللهم اجعلنا نعد للأمر عدته، اللهم اجعلنا نعد للموت عدته، اللهم وخفف علينا سكرات الموت، وامر ملك الموت أن يكون رحيما عند نزع أرواحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ما بيننا وبين الناس، اللهم أصلح ما بيننا وبين الناس، وأصلح ما بين كل متخاصمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، ونعوذ بك يا رب أن نكون ممن يقطعها، ونعوذ بك أن نكون ممن يعق بآبائهم وأمهاتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا شرور المخدرات، اللهم جنبها شرور المخدرات، وعاف من ابتلي بها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين، ردهم إلى دينك ردا جميلا، اجعلهم خير دين لخير أمة. اللهم اجعلهم يحفظون القرآن ويعملون بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبهم من أصحاب السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا نياتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لنا فيها ولا تجعل لأعمالنا فيها أحدا غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين.
رمضان وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة أعده على أمتنا وهي ترفل في ثوب النصر والعزة اللهم يا أرحم الراحمين اكتب لنا الاستقامة على العمل الصالح بعد رمضان اجعلنا ممن يحافظ على الصلاة مع الجماعة اجعلنا ممن يحرص على صيام النافلة اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه بعد رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله اللهم فرج عن المسلمين المظلومين الضعفاء المستضعفين في كل مكان فرج عنهم في سوريا اللهم فرج عن إخواننا المقهورين في سوريا اللهم إنهم لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله اللهم فانتقم لهم اللهم انتقم لهم اللهم انتقم لهم اللهم فرج عن إخواننا في بورما وإثيوبيا وفي فلسطين اللهم كن لهم ناصرا معينا مؤيدا افتح لهم فتحا مبينا انصرهم نصرا عزيزا اللهم اجعل ساعة زوال الظلم عنهم قريبا اللهم عليك لكل طاغية مجرم اللهم عليك بالمجرمين الطاغية المتكبرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احقن دماء إخواننا اللهم صن أعراضهم عن كل مكروه اللهم وفر لهم أرزاقهم وابسط لهم أمنهم وانشر العدل بينهم وارفع الظلم عنهم اللهم أطعم جائعهم واسقط ماءهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وتكفل يتيمهم وتقبل شهيدهم وتجاوز عنهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأعنهم على استرداد أرضهم اللهم انصرهم على من ظلمهم وطغى وبغى عليهم اللهم عليك بالمجرم بشار اللهم عليك بالطاغية المجرم بشار اللهم عليك به وبجنده ونظامه وحزبه وأعوانه ومن يقف خلفه ومن يقف معه اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انزع ملكه اللهم انزع ملكه يا من يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء اللهم إن المجرم بشار قد استباح في دماء المسلمين وأعراضهم اللهم فانتقم منه يا عزيز ذو انتقام واشف صدور قوم مؤمنين واجعل ساعة زواله ونهايته قريبا عزتك يا عزيز يا مقتدر اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرره من براثن اليهود العابثين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة وهو عزيزا عاليا كريما غاليا شريفا يا أرحم الراحمين اللهم أزل الفرقة من بين المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم اللهم آمنا في أوطاننا
أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أسبغ بالأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش على بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنفنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا رب لنا سواك فندعو، ولا مالك لنا غيرك فنرجو. تقبل منا ختمتنا واجعلها في ميزان حسناتنا. اللهم انظر إلى هذا الجمع واجعله سعيدا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. تقبل منا صيامنا وقيامنا، تسلم منا رمضان، تسلم منا رمضان، اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعد من عقوبتك ونيرانك. اجعل رمضان لنا شفيعا لنا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم الصلاة والسلام الدائمين الجميلين الكاملين التامين على قرة عيننا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.